نتكلم بجد في الفقره دي بجد. ليه؟ لازم يعني عشان نعمل بالانس. يلا اوكي. نتكلم بجد. اولا وشك ما فيهوش اي جد. والله ما في جد ب 2 جنيه. لا لا دلوقتي بجد هنتكلم. يلا بجد. يلا رزق، بتتعامل ازاي مع اي نقد قاسي بيواجهك؟ والله بص، الزمان غير دلوقتي الحقيقه يعني الاول كنت بكتئب وبتضايق بالذات لو قاسي يعني، لكن لو هو نقد في حدود الملاحظات او الكلام العادي يعني ما كانش بيبقى فيه مشكله، لكن النقد القاسي كان بيعمل لي مشكله. ما اعرفش ايه اللي حصل بقى، يعني الواحد بقى تبلد المشاعر ولا ايه، بقى دايما بياخد الراي والراي اللي قصاده وبيقول خلاص طالما في ناس شايفه كده وفي ناس شايفه كده الموضوع خلاص ما بقاش بيحصل لي الاحباط اللي كان بيحصل الاول يعني. طب كنت بتضايق في البدايات ان الناس كانت بتشبهك بالاستاذ علاء ولي الدين الله يرحمه؟ لا لا خالص، بالعكس بالعكس، لان انا كنت بحب علاء الله يرحمه اكيد يعني، بحبه وحبوش قوي وكانت علاقتي بيه في بداياتي علاقه اسريه يعني، كنت اعرف مامته الله يرحمها واخوه خالد الله يرحمه واخوه معتز ربنا يطول في عمره يعني، كانت علاقه مش هينفع يبقى فيها غيره، خاصه وانه هو النجم في الفتره دي يعني، انا اللي لسه طالع جديد، بل بالعكس يعني. انا فاكر اول واحد كلمني بعد عرض فيلم مافيا كان علاء ولي الدين يعني، فاستحالة غير من الحته دي، لان انا اللي جاي عليه مش هو اللي جاي عليا يعني. حاجه كبيره يا استاذ علاء ولي الدين. Watch it.